التبرير الذي قدمته إدارة سايلو النجف الأفقي عندما قالت إن 752 طنا من القمح ليست مفقودة بل أكلتها طيور الحمام. وتداول مدونون وناشطون على تويتر وفيسبوك صورا أظهرت طيور الحمام بأشكال مختلفة وهي متخمة من أكل حبوب القمح التي فقدت من سايلو النجف الأفقي. وكالة الصحافة الفرنسية أن الناشطين والصحفيين ومدونين